قرشها أي وضع مرايكن كا مدوغة أفريكا يبقرطو يدا سعودية ميه كردقين غلي دونان قدها دالك السودان سودان أو أن أغنها إنشان يتومن مالموت كدوا دقال الله أدقى يكاسعون أيان أيا هادا سراكيش كاله غامين سعيدة مادا دقال الله ميا وحلقو ورمي إلا دون أيو إن هشيس لكالا دحدقو قرشا هشيس كالوغو كالا دحدقا يحبنا هان وحا غر وضعين كا آمرايكن كا يبقرطو وأنا لدوني يا مديروغ Africa، إن لو صومرو أو قرشان حتى مديروغ Africa دور وين وكاكا تو. هيجيسكو هالغور رميا إنو نيجا إن لدوني يو، إن جنرال عبد الفتاح البرhan، يا جنرال محمد Hamdan Dagalo، يا بيhamba إيكفرستان، يا سادة دالكا Sudan، و إيكدح بahan، همنا هاداغالا مياه.

سيدا دراد المركز وزير كريمة دبده أمريكا كايا جلان جل بدن سمية وحول الله هذا لي دن بقرتوية <applause> دا سعودية وحلو هو الرما يا مركز إني صوب بحيان حقة إن محمد حمدان دجاله يا جنرال عبد الفتاح البرهان لوجودي وحلا لوجودي يا مركز إن عنا قبتين دجال الله صار يدونه يا إن محكمة دا دنبية دا دجال كل لوجو يريدونه هدي أيضا أوه جان سمين خرشها النبضين تأه إلا دونه يندن عيدا لكلا دحديقه

مصر نسيت أن أبنا وحي حدود لا إذا إسرائيل هذه أمنية مصر عقبات ونقضاء عقلات إكر على تن إسرائيل سيدا سوق على مستقبل كا ويأكد بكرة يعني إيه يانا يا للي هاي كوحها أرجع حسدا سيدا درادد وإن هدا حل جا جرا السودان كبل هذي وأنا إن روش كلا جس على جبي هم ب السودان جرهان محمد حمدان دجاله يكوحها يعني إيه علوشة شقيس تياش الله شقيس كرو وركي قدم بيان هلا نمرك وحي شيء جيان يعني إن عبد الفتاح البرهان وقال هذا إنه هور محمد حمدان دغالو تليها عيدا ماذا دعمه سريع؟ لكن واحد جرى بدن وصاب بندقي هدي اللي فوليانا وهور فريستان دونو محمد حمدان دغالو. شروطا سوى حكم إن عيدا كدعمه سريع مر لك إن حريه دبي او يقول لابتان أو حريه هذي اللي باب إيوه سيدوك صوب بندقي إن عيدا كدعمه سريع لقصة عرق بيهان مقالة أين أقول إن أودو ذا لبابيو عيدا كملة تريج أما قبها كلا عيدا كنا أكو بيران ما دام تردو ذو إيادة وبدن تاعي. لكن سنك اللي قوم جعبو محمد حمدان دجالو استجنا وح الصاب بندق الشروضة هديل لفولية وكهر فريسان كرو محمد عبد الفتاح البرهان تليها عيدا كملة تريج دولة السودان وحير مر كهروار إنه ورت برهان إس عزلا. طلبات وح كده إن دبلو جوس عليا حريه اللي جا قبصة إن تهدد دجالكو السعودي. يا سيدي

سيدا سنة لغة بحكرة أما لغة صور دمين كرية دقالك سعودية اللفتة دا وحي ودان دادال بدن أو أه سيدي دقالك لغة صور قبا قبين لها صوتو أه دي سودان سيدا هاد يكون سعوتي يكون سي أو أرادية أرقا قحيسادة إمال يو يو جاد يو سودان يو سكو حرمان سعودية اللفتة ساقلق لنك أمني قايا كوي مانا يا مادابا بدع سلين عكالو أو كايا لو ما يا مركا إن حالات دا أمني قبل كاينو قطميد قصن

wa ka soconaya suudaan qaybtoos aragtidaada ku reebood mahadsan tahay falanqiinta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka waxaa ka soconaya kulan u dhaxeeya wasiirada gaashaandhigga ee afar dowladood waxaa soconaya isbedel weyn oo guud ahaan caalamka si gaar ahaaneed gobolka bariga dhexe marka la eego markii ay isku soo dhawaadeen sacuudiga iyo iiraan wax walba way isbedeleen waxaa kaloo carabtii ay fayley u galeen siday usoo dhaweysan lahaayeen dowlada uu hogaamiyo bashaar al asad

ruushkana uu geeyaa gudaha dalka turkiga mid ka mid a dhuumihiisa shidaal ee ugu weyn ee la doonaya in loogu sii iibgeeyo waddamada kale ee caalamka si gaar ahaaneyd qaaradda yurub dagaalka eukrein markii uu bilowdayna wax walba ayaa guud ahaan caalamka is-bedelay oo in layskala jiijiito ayaa bilaabatay wasiirada gaashaandhigga ee ruushka turkiga iiraan iyo syriya ayaa waxay ku kulmeen magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka

madaxweyne rajeb tayeb erdogan wuxuu bilaabay ololihiisa doorashada mucaaradkana sidaasi oo kale maalin ka horna wuxuu sameeyey tallaabo uu taageero kale ku helayo maadaama muddo hal sano ah gaaska laga isticmaalo jikooyinka iyo midka biyaha lagu kuloleystaba free uu kaga dhiga ama lacag la-aan sidoo kalena muddo bil ah uu lacag la-aan uu kaga dhigay gaaska kuloleysooyinka loo isticmaalo si guriga kulolel looga dhigo maadaama qabo daran wadanka uu ka jiro arintaasina waxa loogu dabaaldegayay gaaska dabiiciga ah ee magaalada zongoldag lagu magacaabo laga helay gaaskaas oo turkiga u bilaabay inuu soo saaro oo biyaha badda madow ah waxaana la sheegay gaaska halkaasi laga helay inuu yahay mid ku filan soddon iyo shanta sano ee soo socota erdogan wuxuu sheegay talaabooyin kale inay qaadi doonaan dhawaan waxaa la filayaa inuu sidoo kale xarigga ka jaro xarunta tamarta korontada neucleer ee aqooya la yihaahdo oo isaga iyo ruushkaba iska kaashadeen noqon doontana xarun waxweyn ka badasha